اسموز وينيد ريفو دو بريس. غادي نمشيو ونتكلموا من المغرب، نبداو الغوفي دو بريس نتاعنا المغربيين من المغرب. باش نبداو على خبر حكات عليه برشا صحافه الايامات هذوما. الجمعه هذه حكاو على خليه ارهابيه تم تفكيك نتاعها نهار الخميس. المكتب المركزي للابحاث القضائيه تابع للمديريه العامه لمراقبه التراب الوطني قامت نهار الخميس بتفكيك خليه ارهابيه كانت قاعده تنشط بمدينه بركان. هذه الخليه كانت تخطط باش تختطف سياح وتغتال مسؤولين عسكري وكانت تابعة لما يسمى بالدولة الإسلامية. الحمد لله جات باللطف وإن شاء الله ربي يحمي الناس الكل. باش نمشي ونحكي على حاجة أنا يسر أثرات فيا وأثرات أول مرة أونيتمون عنا في المغرب نشوف لابريس تتحرك بالفاسون هادي، تتحرك على جال حيوان هو كلب. كلب هو اسمه راي، من بعد شهر من المعاناة عنا حكات لابريس الكل عليه، شهر متاع المعاناة راي فارق الحياة. هذايا الكلب اللي اختطفوه مجهولين في اون ريجون في كازابلانكا، قاموا بالتعذيب نتاعو نحاولوا عينيه باش يستعملوها الاغراض نتاع الشعوده. مالوغوزمون غدوه باش تكون وقفه احتجاجيه، العالم الكل في لابريس حكى على هذايا الموضوع، وغدوه باش تكون وقفه احتجاجيه مطالبين باش نفعلوا قوانين ونوقفوا تعذيب الحيوانات. من المغرب نمشيو للجزائر ونحكيوا على موضوع حكت عليه برشا البريس الجزائريه سورتو صباح هذا، يحكيوا على زياره فرانسوا اولاند وهي الزياره الثانيه نتاعو ان شاء الله للجزائر دوبي 2012 مع تشجع. هذه الزياره باش يتلاقى فيها مع رئيس الدوله عبد العزيز بوتفليقه وبرشا من المسؤولين الكبار في الجزائر باش يتطرق معهم لتعزيز العلاقات الثنائيه ما بين هذوما البلدين، وزاد باش يحكيوا على العلاقات الامنيه اللي تتعلق بالوضع الامني في ليبيا ومالي، وبيتكلموا ايضا على تنظيم داعش اللي اصبح يشكل خطر حقيقي على باري. دونك ان شاء الله هذايا اللقاء يعطي برشا نتائج باهيه. نمشيو معاك لتونس خالد، نختموها بتونس ان شاء الله. ساعه في الفيزيت مو كي جي فرانسوا هولندا لتونس بيجي قايد سبسي قالوا فرانسوا ميتيرا ان شاء الله. ان شاء الله بوتفليقه عادي يقولوا نابليون بونابرت ان شاء الله تتعدى على خير. نختموها من تونس معاك خالد. في الصباح نيوز، قاضي المحكمه الابتدائيه بمنوبه يستمع لرئيس الجمهوريه السابق المنصف المرزوقي بخصوص قضيه فبركه الفيديو اللي تعدى في اليوم الثامن، ويلقى حمزه البلومي سفيان بن حميده ونور الدين بن تيشر ويحهم متهمين بالتدليس. أو كان مرزوقي صبر على صحفيين وما شكيش بحتى واحد ثلاثة سنين، وكيش كي شكيب ثلاثة مع بعض في حقائق أونلاين. عدنان منصر يعلق على قرار وزارة التربية بإنجاح كل التلامذة ويقول اللي هي فضيحة بكل المقاييس، وأنه إقالة نجي جلول هي أضعف الإيمان نظرا لعدم كفاءته واستسهاله لمسألة خطيرة تنجم تضر بمستقبل المادة الشخمة لتونس. في آخر التعليق يطرح عدنان منصر تساؤل فلسفي جديد، وين التعليم؟ وينو التعليم؟ مشينا من وينو البترول؟ وينو التعليم؟ جاي رمضان تعدي وينو خبز القمح؟ هي جاي الصيف تعدي وينو السياحة؟ عاوين مع عوامين أخرين؟ وينو السبسي؟ أيوة. حسنا أنا فهمتك المقولة بتاع الفيلسوف الكبير كي قال أنا وين سي علي؟ هي أساس أن الناس تقرأ الواش مش تنجح؟ نجح من الجلول، يعني ثلاثة كل ناجحين بملاحظة جلول جدا. اسمو زويناد.